الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، أرحب بكم مجددا على قناة حبيب للطبخ. اليوم جيتكم بوصفة رائعة، وهو بريوش بذوق شوكولاتة، يعني بريوش وجو دو شوكولا. بدون إطالة نفوت مباشرة المقادير اللي راح نحتاجوها في هذه الوصفة إن شاء الله. راح نحتاج بيضة درجة حرارة المطبخ، راح نحتاج 125 غرام زبدة، أي نصف العلبة تاع 250 غرام. راح نحتاج 3 كؤوس فرينة مملوءة جيدا وليست مضغوطة، يعني مملوءة عاديا. هذا الكأس المقدار تاعو حوالي 240 مليلتر. راح نحتاج الكأس حليب، قدرت بالكأس اللي بهذا الكأس اللي قدرت به الفرينة، كأس حليب، وذوبت فيه علبة تاع شوكولاتة المقدار تاعها 100 غرام. ذوبوا مليح الشوكولاتة تاعكم، ويكون وتكون حليب شوكولاتي يعني دافئ. راح نحتاج ملعقة كبيرة خميرة خبز، راح نحتاج ملعقة كبيرة سكر، راح نحتاج نصف ملعقة كبيرة ملح. نفوت مباشرة لطريقة التحضير. هنا واش راح نعملو؟ نجيو نضيفو البيضة تاعنا، نكسرو، بسم الله، نكسرو البيض تاعنا. هنا بعد ما وضعت البيض نجيب نوضع الحليب الشوكولاتي تاعي، نزيد نجيب نوضع ملعقة تاع السكر، والملعقة تاع خميرة الخبز. هنا ما نوضعوش الملح، راني عودتك من الملح راهو يمشي مع الفرينة، ما نوضعوش مع خميرة الخبز باش ما يبطلناش من فوق خميرة الخبز. نخلط المقادير، كل المقادير مع بعض حتى تنسجم المخاليط مليح، عفوا، حتى تنسجم المقادير مليح وتخلط مع بعضها ان شاء الله. انا بعد ما خلطت الخليط تاعي مليح بالمضرب اليدوي، نجي مباشرة ونضيف الفرينة تاعي، نغربل دائما المقادير اللي تغربل باش نجنبو تفاداو سقوط هذوك الحبيبات. نستعين دائما بالغربال. بعد ما غربت الفرينة تاعي، نجي نوضع الملح تاعي فوق الفرينة، وندمج برؤوس الأصابع، نخلط. هنا راح نديرو عجينة يعني تبقى طرية باش البريوش تاعنا يجينا خفيف، تبقى تلاصق، اللي تلاصق عروحة. هنا كما تشوفوا، بعد ما انتهيت ولميت العجينة تاعي، لميت فقط ما عجنتش، هنا نجي نوضع الزبدة تاعي الطارية فوق العجينة، ونخلي العجينة تاعي ان شاء الله تخمر لمدة ساعة، ونرجع لك فيما بعد. نغطي العجينة سواء بغلاف نيلون ولا غلاف شفاف، مهم بأي غطاء تحبوا تغطيوا به، نرجع لك فيما بعد ان شاء الله. هنا كما تشوفوا، بعد ما خمرت العجينة تاع البريوش تاعي، عاود رجعت ليكم باش ندمج ان شاء الله هذيك الزبدة. ناخذ غير لاسباتيل ونزيد نعاود ننزل التخمار تاع العجينة تاعي، وندخل الزبدة هذيك، نضغط حتى تذوب لي الزبدة تاعي ان شاء الله. استعينوا بأصابع اليد احسن، يعني احسن من لاسباتيل، من الملعقه، وشوفوا من تحت للفوق، وحاولوا تدخلوا الزبده هذيك في العجينه تاعنا حتى تنسجم الزبده هذيك مع العجينه تاعنا. هنا كما تشوفوا، بعد ما انتهيت من دمج الزبده تاعي داخل العجينه، نجي هنا ونوضع، نخرج العجينه تاعي من الصلاديه، ونوضعها فوق مكان العمل باش نخفقها كما المره اللي فات، راني عودتكم. العجينة تاعنا راهي مازالت تلصق، كونوا صبورين برك فقط. هنا كيما تشوفوا، نجي ونبدا نخفق في العجينة تاعي، نرفع العجينة تاعي وندير الموفمون تاع الموجة تاع البحر، وندخل الأصبع تاع اليد ونخفق العجينة تاعي. نعملو الموفمون تاع الموجة تاع البحر. حتى نوصلو، يعني لما نجي ناخد العجينة تاعي ونشوفها يعني طير بسهولة، يعني تتنزع بسهولة من فوق الطاولة، هنا نكون
تكون العجينة تاعنا قد جهزت إن شاء الله، راح تدي معايا العملية هذه 10 دقائق ونرجع لك فيما بعد. هنا كما تشوفوا أنا انتهيت نخفق لابغيوش تاعي. شوف كي نزل لابغيوش تاعي راهي تتنزع بسهولة. شوفوا هنا واش راح نعمل، راح نوضع شوية فرينة فوق لابغيوش تاعي ونلمها مليح. هنا كما تشوفوا وصلنا لتشكيل لابغيوش تاعنا، كيما انتهينا من خفق لابغيوش العجينه تاع لابغيوش تاعنا، وضعنا فوق منها شويه فرينه ولميناها، زدنا زيت، رجعتها للسالاديي تاعي اللي دهنتو بشويه زيت لانه العجينه تاعي مازالت تتلصق باش تزيني سهله العجينه، وجبت معايا شويه زيت وضعته في هذا السكوب. نجيو نشكلوا لابغيوش تاعنا، راح نعملوا ان شاء الله ورده. نجي ناخذ دي بتيت بولون دويرات صغار، يعني نعمل كوريات يعني بحجم، ندهن شويه الاصابع تاعي بالزيت، نعملو هنا الورقات تاع الزهره ان شاء الله. راح نعملو زهره، ما نعملوش نعملو يعني راح نقسمو العجينة تاعنا لست أجزاء، يعني نعملو 5 ورقات زهرة وفي الوسط نوضعو كرة إن شاء الله باش نشكلو. يمكن جاتني كبيرة شوي. هنا كيما تشوفو راني انتهيت من تشكيل الزهرة تاعي، راني قطعت العجينة تاعي 6 أجزاء متساوية، والجزء السابع عملته صغير شوي باش وضعته لداخل، يعني هو اللب تاع الزهرة تاعنا، غير يعني أعملوا الورقة تاع الزهرة غير بإيدكم يعني سهلة. أنا واش راح نعمل بعد ما شكلت لابغيوش تاعي، راح نجيب شوية صفار بيض وضعت أضفت له شوية حليب باش نحي النكهة القوية هذيك تاع البيض، وراح ندهن من فوق لابغيوش تاعي ونخليها تخمر ان شاء الله. ما ندهنوش الجوانب، ندهنو غير من الفوق باش ما يهطلناش ينزلناش البيض هذاك لتحت ويطيب لنا. هنا كما تشوفوا راني انتهيت من دهن لابغيوش تاعي بصفر البيض، راح نخلي لابغيوش تاعي زيت تاعو تخمر لمده 30 دقيقه قبل ما نوضعها في الفرن. المهم بربع ساعه او ب20 دقيقه قبل ما نوضع لابغيوش تاعي في الفرن، نشعل الفرن تاعي على درجه حراره 180 وخليه يسخن 20 دقيقه قبل ما نوضع البريوش تاعي. نعاود نرجع لكم ان شاء الله بعد ما تخمر لابغيوش تاعنا. كما تشوفوا رجعت لكم بعد ما خمرت مليح لابغيوش تاعي. هنا لابغيوش تاعي راهي خمرت لمده حوالي 40 دقيقه، راح ندي مباشره البيركس تاعي نوضعو داخل الفرن ونريح نطيب ان شاء الله لابغيوش تاعي على نار هاديه لانه الفرن تاعي سخون، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. هادي كما تشوفوا بريوش الزهره تاعنا بذوق الشوكولاته او طاب، ويعني وطيب تاعو خذا معايا 25 دقيقه. زدت نزلته لتحت وشعلت عليه من فوق وخليته يحمر على نار هادئه لمده ربع ساعه. شوف كيفاه جا ما شاء الله، يجي روعه وجا هشيش وجا خفيف. راح نقسم لكم ان شاء الله باش تشوفوا كيفاه جا مع بعضنا. بسم الله. شوف كيف جا ما شاء الله البريوش تاعنا، شوف صدقوني جا قطن قطن، والله قطن سبحان الله رائع. شحال بنين هذا البريوش، وشوفوا ما يعني مشاش حلو بزاف، جا غير يعني ذوق رائع يعني. لكن حبيتو البريوش تاعكم حلو اكثر من هيك، انا وضعت الا ملعقة سكر، انتما وضعوا 4 ملاعق سكر ان شاء الله. انا ما نحبش الحلاوه كثير. شوفوا كيفاه جا، والله صدقوني جا رائع هذا البريوش. اخواني اخواتي كما تشوفوا وصفتنا لهذا اليوم انتهت. عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش خاصه تفعلوا جرس الاشتراك اللي مازال ما فعل جرس الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. انا نبقيكم على خير ونعطيكم رونديفو مع وصفات اخرى ان شاء الله على قناه حبيب للطبخ شيء طيب.